نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 في تحقيق الفوز على نادي الزمالك 2-1 النهاردة. كانت هذه المباراة في ملعب نادي الزمالك في 100 عقبة في الجولة 27. أعتقد ده الفوز مش عارف رقم 8 ولا 9 في كل المباريات فيما يخص نادي الأهلي ونادي الزمالك، دربيات كبيرة ولكن النادي الأهلي متفوق في كل شيء. سلة، نادي الأهلي تفوق امبارح. طايرة، بنات، نادي الأهلي تفوق من أسبوع. مين تاني؟ سلة أو طايرة رجال، النادي الأهلي تفوق. اليد مؤخرا النادي الأهلي تفوق، وبالتالي الحمد لله في الناشئين زي ما حضراتكم شايفين تقريبا كل قطاعات كل المراحل السنية اللي موجودة في قطاع الناشئين كلها ماشية بشكل جيد جدا وبتكسب نادي الزمالك. عشان كده زي ما بتكلم مع حضراتكم دايما وبقول أن النادي الأهلي هو مصدر المنتخبات الوطنية في كل شيء.